تجدد الثقة في إبراهيم غالي رئيسا لها. كيف ترون هذا التطور، خاصة أنه فيه أطراف، فيه دول تسعى إلى أن تفرض منطق جديد بعيد عن الخطة الأممية والخطة الإفريقية في هذا الخصوص؟ خلينا يحاولوا المشكلة مطرح من 75، مش من اليوم. إبراهيم غالي كان من الناس اللي دخلوا بالأقل مرتين القصر الملكي في الرباط، لما تلاقى الملك حسن الثاني رحمه الله تلاقى مع البوليزاريو، إبراهيم غالي كان من وفد وتفاوضوا وكانوا كانوا بعاد على الحل. توفى المرحوم الله يرحمه، أمور زاد تعقدت. الشيء اللي نشهد له أن جبهة البوليزاريو والمؤتمر تاعها كان ديمقراطي، لا اختاروا الصندوق غادي ما فرج روحه لا بالسلاح ولا بحاجة أخرى. مش لبنان، بلادنا يعني مستهدفة من طرف أوساط اللي ما يساعدهمش، باش كلمة الحق تعلو ولا يعلى عليها، باش نصرة مستضعفين. احنا الشيء اللي صاري في العالم ما يساعدناش، بعض الدول مقهورة، بعض فيه أجندات راه تسير. الجزائر ما دخلتش فيها، يستهدفونا بكيفية ولا أخرى. هو اليوم اللي يبغي يفجرك من الداخل بولادك، ما من الخارج ما يقدرش، جيشك قوي وتنظيمك قوي واقتصادك يتحمل أزمات. نتمنى احنا باش ولادنا اللي باقي، لأن الأغلبية اليوم راني نشوف يعني فاتوا الشوفينية ماهيش الروح الوطنية، يعني إلى أقصى حد الشباب تاعنا. ونتمنى كل خير للشباب تاعنا، ونتمنى له إن شاء الله. مطمئنين على تماسك الجبهة الداخلية سيد رئيس؟ إن شاء الله. احنا على كل حال ماهيش، حتى اللي يبغي يحاربك يقول لك شراء الدمم، ماشي المواطن عنده حق في هذه. ما ندير لالوكاسيون في شوماج في شراء الدمم. اليوم حتى الاحتجاجات نقصت لان كان فيها المال الفاسد، وعندنا الادله. عرفتنا مع مرحله تاع كوفيد اللي علمتنا بزاف صوالح، لان ذاك الوقت الدوله كان عندها يعني عليها الثقل نتاع الكوفيد ونتاع، وما قدرناش ننطلقوا في البرنامج الحقيقي. واستغلوها جماعة. المهم عندنا بلاد واحدة حافظوا عليها، اللي يحب يدافع عن الديمقراطية. الناس راها تلاحظ بصفة عامة أن الجزائر رجعت لمكانتها، وما زال صلى الله تمشي إلى أبعد. اليوم الشعب راه يقول كلمته، كلمة الحق راه يقولها. الباقي ما بين الدول مكانة تاع الجزائر، ما بالعكس اليوم يبحثوا على الرأي تاع الجزائر في الأمور الدولية الإقليمية وحتى الشيء في أمريكا اللاتينية يحوسوا على الصوت تاع الجزائر. لازم الجزائريين يأمنوا بالقدرات تاع بلادهم، ما هي الحاجة الأولى. المؤشرات نتاعنا راكم شفتوها، رانا هضرنا عليها، مؤشراتنا رانا وكل ذي نعمة محسود. هذا هو كل يساعدهم. انتهى الدولة اللي 20 سنة هما يحاربوا فيها باش يكسروها، هم اللي كانوا يدعموا فيهم وكذا طاحوا، ما تساعدهمش. هذا فشل بالنسبة لهم، بالنسبة لسياساتهم، بالنسبة لهم. هو يخص المثل السيء يجي من الجزائر. هذا هو. احنا رانا بالمرصاد، احنا اللي علينا الشعب هذا سيد. اليوم اولا شيء متكامل، لان الدبلوماسيه تاعك ما تنفع اذا كان عندك قوه اقتصاديه، عندك استقرار واضح، عندك رضا تاع المواطنين، عندك وعندك وعندك. هذه كل تخلي اليوم كل الدول
اللي تعامل معنا معترفة بشيء أن الجزائر تعرف استقرار وتصدر الاستقرار. تصور يعني لو كان ماشي مع الحدود نتاعنا المشتعلة بصفة عامة وهذه الدول العربية أول قمة اللي خدات هذا الحجم هذا ضري القمم العربية تمر يعني مر الكرام يعني نهار يجتمعوا أغلبهم ما يجوش يعني معناه لما شيء يتنظم من طرف الجزائر عند صراحة عنده قيمة عربيا إفريقيا متوسطيا ولا وهذا الشيء ما أعتقد أنه من حق الجزائر. تاريخ الجزائر ما هوش بسيط. أنا قلت لك إن اليوم فيه شعوب لما نتكلم مع الأصدقاء في البرتغال الأصدقاء في إسبانيا والأصدقاء في اليونان وفهم ما معترفين باللي لا لا غير دي كولونيل لا 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 شوت تاع الريجيم دي كولونيل تاعهم بدا هنا درمم لو فيلم زاد دوروا هنا الدوله الاوروبيه قبلت باش تورني ولا الفيلم بور تورني الفيلم لا فاري فانيريس يا معايا في مونطون جماعه لا ريفولوسيون دي زوي تاع البرتغال دارت هنا كان بالنسبة للديمقراطيين كذلك نتاع اسبانيا. المهم الجزائر كانوا الناس متأسفين كثير على العطرة اللي عطرتها في العشرية السوداء. يعني كانت عطرة غير مقبولة وغير ما كانوش يصدقوا باش الجزائر توصل لهذا. ولكن اليوم اللعبة الدولية يعني إضعاف الدول النافذة اللي ما تمشاش مع المصالح الضيقة نتاعك صبحت يعني شي عام. ولكن مش الجزائر باش تدخلها في عدم الاستقرار مش سهل. سهل أولا حكاية هذيك عارف حكاية من زمان هذه سلمية مش مدنية عسكرية مدنية مش عسكرية هذا نفس الشعار في مصر في الثمانينات نفس الشعار في ليبيا نفس الشعار عندنا وصفات جاهزة وقروها لهم ودي ستاج نداروا في بعض الدول الإفريقية وعندنا كل اللي زارشيف تاعهم كونوهم يوجدوا في الطابور تاعهم بس في الوقت المناسب يسفر له يخرج ولكن الجزائريين عرفوا اليوم ما تنفعهم إلا بلادهم وباغي يعيش سيد في بلاده وهذا الشيء السياسه اللي ماشيين معاها باش واحد ما يقهر الجزائريين لما يعرف باللي غلط يطبق عليه القانون ما غلطش ما تجيش تسلط عليه هذا هو. الجزائر الجديده تريد العوده الى عمقها المتوسطي الى عمقها الافريقي من باب الدبلوماسيه ولكن كذلك من باب التنميه. مليار دولار خصصتموها للوكاله الجزائريه للتعاون الدولي من اجل التضامن والتنميه. ما هي الدول التي ستستفيد من هذه المساعدات وفي أي إطار تحديدا؟ هل هي مساعدات أو تمويل لمشاريع؟ هي تمويل مشاريع ما هيش مساعدات مادية لا ما هوش باش تتوزع. احنا اليوم عندنا بعض الأمور تبان لنا من البديهيات يندار فراج في بلدية من البلديات ما حتى رئيس البلدية ما يمشيش يدشنو كملوا اذا بعد يطلبوا المال المواطنين في بعض الدول الافريقيه فراج سيت اون ريفوليسيون معناه بلي المنطقه غادي تشرب الماء ما عندهمش كاد الفقر ان يكون كفرا. احنا التزمنا مع الاشقاء في مالي باش شمال مالي هذا باش ندخل اقتصاديا نساعدهم في نبني بعض المدارس في كيدال في قاوة في بني مدرسة ولا